من بعض المواطنين اللي كيشكوا في هذه المواد المستعمله، كيقول لك غير الماء وجافي، يعني شنو ممكن تقول لهم؟ الجماعه من سطات من نهار بدات العمليه ديال التعقيم، حنا قدامين بهذه المعقمات هذه اللي معترف بها، قلت لك اللي معترف بها وزاره الصحه، واللي هما يتوافقوا مع المعايير المعمول بها. ما عمرنا استعملها احنا جافيل في عمليه التعقيم، ربما جافيل الماده الجافيل كتستعمل في الاماكن اللي هي محدوده وفقا لبعض اللي بعد مثلا الجافيل لو جافيل 36 دوغري تقدر دير 5 يطرو كل يطرو 5 يطرو ديال الماء، يطرو ديال المعقم ديال جافيل 36 دوغري ديريه في 5 يطرو ديال الماء، يمكن تعقم به المسائل اللي هي محدوده، وما يمكنش تعقم به بعض الفضاءات الكبرى، ما يمكنش تعقم به بعض الاماكن العموميه، ما يمكنش تعقم به، كيبقى الاستعمال ديال لو جافيل كيبقى استعمال محدود وفي اماكن اللي هي محدده. المعقم اللي كتستعمله جماعه سطات هو معقم معترف به من طرف وزاره الصحه، ويتوافق مع المعايير المعمول بها عالميا. كنستعملوا المعقم اللي كيحمل اسم ديال بيوباك، وهذا معقم اللي هو معترف به وزاره الصحه، ومعقم اللي ما كاينش شي اثار جانبيه على صحه المواطن، لان بعض الناس كيتسائلوا عن خطوره هذه الماده المعقمه على صحه الانسان. انا كنقول لهم بانه ما كاينش حتى شي خطر على صحه، بالعكس هو معقم ومطهر للاماكن باش كيقضي على الفيروسات وعلى البكتيريات وعلى كل وسائل نقل العدوى. الفكره ديال رفع الحجر او خاصها تكون بواحد الطريقه هي تدريجيه، تدريجيا الانسان واخا يتقرر السلطات برفع الحجر غيبقى يتعامل مع في حياته اليوميه كان الفيروس باقي كيدور معنا. نبقاو واخدين الاحتياطات ديالنا، نبقاو متمسكين بالعمليات ديال التعقيم ديال اليدين ديال الاماكن العموميه، التباعد، الكمامات الزاميه ديال وضع الكمامات، لان هادو لي ميزير كيتسموا لي ميزير بارير، وهادو هما لي ميزير اللي ما كيخليوش العدوى تتفشى ما بين الافراد ديال المجتمع. واخا ترفع الحجر غادي يكون واحد الرفع اللي يعني هو تدريجي، واللي هو تدريجي باش نمروا لبر الامان. بالنسبه للدور ديال مكتب حفظ الصحه اثناء رفع الحجر الصحي، والعمليه ديال التعقيم والعمليه ديال التحسيس والعمليه ديال المراقبه والعمليه غتبقى مستمره، لان حنا خصنا نديروا في المخيله ديالنا بان الفيروس لازال، ان العدو لازال يتربص بنا. لهذا خص تكون واحد المجهودات اللي هي نزيدوا نواصلوا الجهود ديالنا وننسقوا مع كاع المتدخلين في هذه العمليه ديال محاربه هذا الوباء، وما نقولوش بان حنا غادي نقطعوا الواد ونشفوا جينا، حنا نبقاو في حرب مستمره معه.